Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Benim Hibe Hoca, hadi başlıyoruz. Ehl-i Sehl'e bir zikana el-Hilvin, Tulab Sofit Talik, yalan beliş ma'kom bir ders cedid, madde matematik. Diyom ya Hilvin, rahin kemmel dersine ma'ba'ad, anil 3 basamaklı dua sayıları, yelli bidna nehki anu. Tayyip, lihna dersil madi, ta'allemna المئات صح حكينا عن اليوزلار والأنظار والبيرلار اليوم بدنا نحطهم على التمثيل العددي وقتها أنا شرحت لكم إنه كيف منعد 10 10. طيب عدينا 10 10 وهلأ إذا بدنا نعد يوز فمنقول يوز إيكي يوز ليكو شلون سهلة إتش يوز يعني كني أنا عم أقول بير إيكي إتش دارت بيش بس عم أقول نحا يوز دارت يوز بيش يوز 6 yüz 7 yüz 8 yüz 9 yüz 1000 تمام فوصلنا لمرحله البين فهون انا عديت 100 100. طب بنرجع للدرس وبنشوف هون شو عم بيقلنا. هون عنا مثل ما اتفقنا هون عنا البيرلار الاونلار اليوزلار. بنعد بيريوز ايكيوز 300 400 500 600 معناته هون في عندي 6 بحطها هيك اون يرمي معناته هون في عندي يرمي بعدين بير ايكي اتش دارت بيش معناته هون في عندي بيش باردون انا كتبتها دارت في عندي بيش فصارت 600 يرمي بيش بيطلع 600 يرمي بيش 600 يرمي بيش. حبيباتي الحلوين صف ثالث لازم نحن نتعلم كتابة الأرقام بالأحرف لحتى نحفظها تمام؟ يعني انتو لازم تاخدوا بالماتماتيك 100 من 100. طيب نجي لهون منشوف هلا هون قديش عندي قال عندي هون من عدة بيريوز إيكيوز اتشيوز عندي اتش آن يرمي أطوس كرك عندي كرك بير يعني عندي اتشيوز كرك بير اتشيوز كرك بير 300 كرك بير. برافو عليكم يا حلوين. طيب هلا بنجي للفقره يلي بعدها. هون شو بنقول عنا بير يوز اكي يوز اتش يوز دارت يوز بيش يوز. عندي هون بيش اون يرمي وطوز كرك عندي هون كرك بير اكي اتش دارت بيش 6 عندي هون 6 معناتها بيش يوز كرك 6 نكتبها كتابه بيش يوز كرك 6. برافو عليكم بيش يوز كرك 6. برافو عليكم يا حلوين. فلحنا كل ما حفظنا الآحاد البيرلار والأونلار واليوزلار صارت علينا المسألة كتير سهلة. طيب هلأ إجاني هون بالعداد عندي بيرلار أونلار يوزلار هي أهم شيء أنا ما أنساها فمشان أعرف عد بير يوز. طيب هون الآن شوفي عندي صفر في شيء هون عندي لا بحطه صفر وهون عندي بير فأنا بقراها هيك بير يوز بير بير يوز بير بدي ايش اكتبها شو بقول يوز بير ما بقول بير يوز يعني لانه مو هي بير يوز تمام فانا دغري بقول يوز بير تمام يعني مشان ما نقول بير يوز خلص يوز بير نفس الشيء فبتطلع عندي يوز بير. يلا نجي لهون البعدة. طيب هون انا شو في عندي بنقرا بير يوز اك يوز اتش يوز عندي اتش اون يرمي عندي يرمي. طب هون عندي شيء لا بنحطها صفر اتش يوز يرمي اتش يوز يرمي. برافو عليكم يا حلوين. فلحنا هيك بنكون ركبناهم على العداد ولازم نحن نعرف كيف نركبهم على العداد. طيب طلاب الصف الثالث بتمنى تكتبوا هذا الدرس وبتمنى تحلوه لانه انا بدي اشوفه لما بتجوا لعندي على الدرس تمام يا حلوين. هاد وهاد هلا هون شو عم بيقول لي نجي بنحل من هذا الطرف عم بيقول لي اكي يوز اون اتش اكي يوز اون اتش معناتها انا بحط هون بير بحط هون اكي. طيب هاي اكي يوز تمام هلا عم بيقول لي اون معناتها بحط وحده هون بس للاون والاتش بير اكي اتش معناتها بيطلع معي هيك تمام بيطلع معي هيك مثل ما انا كتبتها بالضبط. بتمنى كمان تحلوا لي هي على الدفتر وبشوفها كمان لاني بدي اشوفها لما بتجوا لعندي الدرس القادم ان شاء الله تمام حبيباتي الحلوين. اهم شيء لحنا لازم لحنا نعرف كيف نحلهم هدول ونكون حافظين المئات والعشرات والاحاد لحتى نعرف نحل.
هلا بنجي هون للفقرة الثانية. شو عم بيقول لي هون؟ قال عم بيقول لي انه بدنا نطبق الاتش بصمات ليد والصيد. شوف شلون نحن حنطبق هدول الاتش بصمات ليد وبيجي منا بالامتحان مشان نعرف نجاوب كتير. يعني بكره بيقول لي انه بيجيني بالامتحان وما عم نعرف نجاوب. نجي منشوف هون شلون نطبق الاتش بصمات لدوال. اتش بصمات لدوال شلون نطبق؟ شوف هون شو عاطيني، بدنا نطبقها على ثلاث ارقام. اول شي فينا نطبقها هيك، يعني فينا نقول هي هذا الرقم دارت، فينا نقول دارت يوز كيرك دارت، هيك نساويها ثلاث اربعات، فينا نساويها ثلاث ثلاثات، فينا نساويها خمس خمسات، فينا نساوي مثلا اذا انا بطبق اتش بصمات اي شي بحط اربعة ثلاثة خمسة. انتوا طبقوا على كيفكم، كيفكم تحطوا الثلاثة تشوز كيرك بيش، تمام؟ يعني عاطينكم هن الخيارات وانتوا بتطبقوها، تمام؟ يعني هذا السؤال بيجيني انه عندك اتش بصمات لي، انت طبقي لي اياها للمئات والعشرات والاحاد. طيب شلون؟ بيجي هذا الرقم، فيني هذا الرقم طبقه ثلاث مرات، يعني قول انا دارت يوز كيرك دارت. بكل بساطة فيني مثلا هاد طبقه كمان بقول اتشوز اتوز اتش، هون بقول بيشوز اللي بيش، تمام؟ كل بساطة. طيب انا ما بدي اقول هيك، فيني اقول هذا دورت يوز اوتوز بيش، فيني اقول اتشوز كيرك بيش، فيني اقول بيشوز كيرك اتش. يعني حرية الخيار بتطبيق اتش بصمات اللي احنا قلنا، تمام؟ هذا هيك عم بتقول هاي الفقرة. هلا في عندكم هذا، انتو طبقوه على كيفكم وحطوا لي اياها بالتعليقات لحتى اشوفها، تمام حبيبات الحلوين؟ هلا لهون بيكون خلص درسي معكم، شوفكم ان شاء الله بدرس قادم. سلام.